والله السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله انا جد متاسف من ضياعه ميداليه، ضياعه خساره جمهور كيما هذا، ما خساره تعب تاع 4 سنين ولا. والله غير ظلمونا التحكيم في بلادنا، والله غير باش متاسف منه كاع. انا كان بالك بلاد الناس ولا كون درت حاجه واخرى كاع اكبر، قيمت بلادي، قيمت الجمهور تاعي، شويه حكمت اعصابي شويه. ما يخفلكمش بلي تلفت الاعلام ماهيش حاجه سهله، والله ماهي حاجه. كيما حنا نقولوا الحمد لله ظلمونا حاجه باينه. نورمالمون لاربيت كي دي ديسيزيون تاع جو باسيف ولا كيما في افيرتيسمون ما فيهاش رجوع. ماشي يجي واحد سبانيولي يرمي شالونج يرى لاربيت يمشي معاه في بلادنا حنايا. ما هذيك ان بوان ما تتريكيبيلاش، مديتها شت جو باسيف سي بون ما فيهاش رجوع. وكيما ما فاني حاجه ما تفرقوش بلي فيك الطفله سودانيه هذيك نشكرها، راهي انجان جينيور والحمد لله على حسب امكانيات. واش تعبنا حنا والله هذاك واش نسالو نديو. هما هذاك ما حبسوش ستاج كاع، حنا ستاج ما درنا في انترناسيونال ولا الحمد لله. حنا الرياضه شويه بلادنا ناقصه شويه سيتو لاليت، سما من حاجه قليله انا شوش لحقنا درنا. كنا حابين ندخلوا التاريخ ريزلتا هيستوريك، هذه تروازيام ميديتيراني ماشي حاجه سهله. الناس شامبيون دي موند وكاع بكاو فرحوا تصوروا تروازيام بلاص. حنا كتشوف سوداني مسكينه جان صغيره تسكن في وهران، هنا حبينا نفرحوا بالجمهور الرائع. انا حياتي كاع لاليت جامي شفت جمهور كيما هذا. والله غنشكر بزاف ولاد وهران ويسمحوا لنا ان شاء الله، وان شاء الله نخلفوها مع خير ان شاء الله. نوعدكم هذا المنبر هذا، ونشكركم على الالتفات هذه انتم فاني و 1 2 3 فالاجيري، وتحيه للوطن هذا، وربي يحفظنا ويحفظ الشعب تاعنا.
الثقافة. تلقاو الدرابو يعيط عليه هكا تحس راك باللي ان سولدار اللي طالع يبات على جنب الدرابو. الحمد لله كان راسي دي بربي ان شاء الله نفرحكم ميداي دور نديرو حفله في اللوجه كلهم. الله يعاونك. الحمد لله يا ربي تسمى ديفلوبيت بارابور الكومبا الاولى وين تسمى بديت نرجع للبوكس تاعي باسكو عندنا مونك دو كومبيتيسيون هذا العام واسترجعنا درنا بزاف لي كومبيتيسيون ما درناش بزاف. درنا الكومبا الاولى اللي جرينا كيما كان الحال وتسمى بصعوبه كانت مع خصم قوي. الكومبا الدوزيام وين حسيت روحي ليبر مع نصائح المدربين اللي قدرت نتمكن من نرجع للبوكس تاعي. ان شاء الله تروازيام كومبا نكون ليبر اكثر ونبوكسي بلا بريسيون باسكو عندي الميداي وان شاء الله نفرحوا الشعب اللي بزاف بزاف نعطيهم تحيه وصافي بليزير اللي راهم معانا هنا. بيان سور انا هذا البوكس هذه الملاكمه تاعي طريقه تاعي في الملاكمه اللي الحمد لله استرجعتها انا كانت غابت عليا كثير تما الاداء والستيل تاعي هذا. الحمد لله راني فرحان بزاف ان شاء الله الكومبا الجايه نكون لي بركتر ونفرحكم ان شاء الله. ان شاء الله فيها خير باسكو نوعدهم باش راه ميداي بريمير بلاص فاريكي ماشي غير انا نجيبو لنا صحابي ان شاء الله. روما يسهلي عليك خويا عليك الصعود الى نهائي ميداليه اليوم يا جماعه راهي عيانه اطرح السؤال اطرح السؤال نهضر ديريكت. السلام عليكم يعطيكم الصحه. راكم تشوفوا كيما كل دور المنافسه يزيد صعاب. المنتخبات كامل دخلوا بليكيب تاعهم الفرق الوطنيه كما يقولوا اللي فيهم كاين دي شامبيون دو موند دي شامبيون دوروب ولكن حنا ثاني في المستوى تاعنا راهو يتخوفوا منه ونعرفوهم لي زادفيرسير. الحمد لله اليوم جست مع الاسبان المباراه ما كانتش سهله كانت شويه صعيبه ولكن يعني روند بالروند سمعت النصائح تاع المدربين وجست الدور الحمد لله يا ربي. غدوه لا فينال حتكون كونتر تركيا شامبيون دو موند رانا مبريبارين وان شاء الله لور. وما يساعد احم بالنسبه لك وصلتي لحد الان نهائي في الالعاب المحليه يعني توصل قدام الجماهير الجزائريه يوصل يقول ان شاء الله الجزائريه. اكيد هذا حلم باسكو لاول مره الملاكمه النسويه تدخل في العاب البحر الابيض المتوسط. نشكر الشعب الجزائري اللي حضر بقوه وخاصه يعني اللي من ولايه البليده بلديه شفه بالخصوص جاوا على جالنا باش يسيبورتيونا. نشكرهم بزاف على الحضور تاعهم ميم ما يخفاكمش بلي ميم المير تاع البلديه راهو لهنا رئيس النادي. نشكرهم على هذا الدعم تاعهم وان شاء الله نفرحوهم. مباراة كما يقولوا هي تعرفني وانا نعرفها يعني راح تكون مباراة تكتيك اكثر من نقول لكم بالك راح تكون مباراة تاع المدربين باسكو حنا لي زادفيرسير نعرفوا بالنا بس ما حاجة صغيرة هي اللي دير لا ديفيرونس. سي بون يعطيكم الصحة ميرسي. Thank you.
صورة بس. والله قدر الله ما شاء فعل. حنا كنا كيما يقولوا معولين نربحوا، وكان الهدف تاعنا هو الميداليه الذهبيه. قدر الله ما شاء فعل. راكم تفرجتوا المنازله وشتوا باللي يعني كنت حاب نربح ماشي هكذاك برك، والحمد لله على كل حال. يعني كانت بعض الاصابه على الجهه اليسرى من عيني اللي يعني فقدت لي بعض السيطره هكذا، وليت ما نشوفش يعني بصيغه كامله، مي الحمد لله كنا محاربين فوق الرين. شوف بطبيعه الحال جميع الوفود اللي جات، جميع الملاكمين اللي جاوا وكل حابين يربحوا. المنازله الاولى والله هذه كان يعني منازله شرسه، يعني لازم تمد افون باش تربح. قدر الله ما شاء فعل. نشكروا جميع الشعب الجزائري اللي كان واقف معنا، الجمهور اللي حضر اللي كان يعني يشجع فينا ومد لنا الكوتكوس. بارك الله فيكم وتحيه الجزائر. منازله قويه جدا طبعا بيسودها ان احنا اخوات في الاول وفي الاخر. منازله قويه مع بطل جزائر قديم ويعتبر في مثابه اخوات كبير، شعيب من اقدم اللعيبه في الجزائر، بطل اولمبي، بطل افريقي على الصعيد الافريقي على البحر المتوسط، فهو بطل معاه سي في من البطولات عاليه جدا يعني ما شاء الله. فانا يعني من المنازله دي انا كمان بتعلم منه يعني. شفناك قبيل بقيت تتابع في المنافسين يلعبوا النصف النهائي الثاني، كيف شفت المستوى تاع الملاكم اللي تاهل للنهائي؟ اكيد يعني احنا طالعين نلعب نهائي، فاكيد يبقى احنا من اعلى اثنين في الميزان ده. انا اعتقد هلاعب الايطالي وان شاء الله بنسعى للذهب ان شاء الله يا رب. دعواتكم كده ان شاء الله. ان شاء الله يا رب.